السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موديل ال 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 اي ام اي. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن موديل عاملاه شركة ميتا اي اي اللي هو اوبن سورس. اوبن سورس ومتطور بشكل حلو قوي، وفي ابحاث قوية جدا ناس كتير بتتعاون فيه. هو عبارة عن 65 مليار بارامتر، فبما انه اوبن سورس فدي فرصة ان ناس كتيرة عرب تبدا تشتغل عليه، بدل ما يبداوا من الصفر تقدر تستفاد من كل الناس اللي اشتغلوا قبليك وتبدا ان انت تعمل حاجه قويه. طيب ده عباره عن ايه؟ لو خدت بالك من الصوره هنا، ان انت تقدر تحط اي حاجه انت عايزها، صور، صوت، تكست، فيديو، بوينت كلاود، وهو يطلع لك حاجه تانية خالص. يعني دخل له صوره وصوت وفيديو هو يقدر يفهمها ويعمل لك تكست يوصفها، او تدخل له تكست وصوره يعمل لك فيديو، او يعني كل اللي انت عايزه هو بيتعامل مع كل العناصر دي ويطلع لك اي حاجه تانية انت عايزها. وتقدر تدخل له صوره يكون فيها مشكله، هو يبدا يفهم المشكله ويحلل لك المشكله ديت، فبيعمل كرييت ديتكشن. لما ياخد صوت في وصف الخلفيه او 4 دي بوينت كلاود يقدر يعمل صوره من الصوت دوت او صوره من ال 3 دي دوت. الصوت بيسمع صوت، يشوف فيديو، يقدر يكتب عن وصف ويطلع لك تكست يوصف لك الحاجه ديت. ممكن يعمل لك باك جراوند جنريشن، تدي له 3 دي بوينت وصوت، هو الصوت ده يبقى زي صوت امواج او صوت بحر، يبدا يحط الصوت على الخلفيه المناسبه للصوت. ففي انتجريشن بين حاجات كتير. ممكن لو انت عندك مثلا صوره لعيب، صوره كذا لعيب، يقدر هو يشوف اللاعبين كلهم ويقول لك كل واحد فيهم ايه هو المزايا وايه العيوب وايه التاسكات اللي يقدر يعملها، وتقول له مثلا طب انا عايز اتكلم مع اللاعب دوت، فهو ينتحل شخصيه اللاعب دوت بان هو يتكلم معاك. هو زي ما انت شايف موجود برضو على الهاجنج فيس، دي من ضمن المنصات الاوبن سورس.